In section 4.4, in part 1, we studied operation on functions. شفنا كيف نجمع, كيف نطرح, كيف نقسم to functions. قلنا basic operation on functions يعطينا new function. وشفنا how to find the domain of this new function and the properties. اليوم, we'll study what we call Composition of functions. Composition. شو الفكرة متاع الكومبوزيشن؟ قلنا الفانكشن هي it behaves like a machine. تعطيها input, تعطيها مادة خام, تعطيك output, مادة مصنعة مثلا. هنا استعملت مثال الصناعة ماشين, لكن الفانكشن للطلاب اللي ماشيين كلية الحاسب الآلي اللي يسويوا برمجة, كل البرمجة, كل الخوارزميات, كل الألغوريثم بيزد على فانكشنز. إذا تعطي input وفانكشنز تعمل لك تاسك, تبرمجها تعطيك output. الكومبوزيشن شو فكرتها؟ فكرتها إنه you need two machines حتى تصل للشكل النهائي هذا. ما عندك آلة واحدة تخرج لك تعطيها مثلا الشكل هذا الكروي تطلع لك شكل هذا دايموند. اوكي, ما عندك آلة تصنعها على طول من هنا لهنا. اذا هذه لازم تسويها على مرحلتين, مثلا انه الشكل هذا الدائر الكروي هذا spherical shape مثلا البول هذه, الماكينة الأولى تعطيك cubes والماكينة الثانية تقبل cubes وهم اللي تطلعهم لك على شكل diamonds. لأن على two steps في الكمبيوتر, في البرمجيات, ممكن في softwares ايش تعمل, راح تكون سلسلة من functions. كل functions تعطيك تعطيها input, تعطيك output, الoutput هذاك تدخله في function ثانية حتى تعطيك output ثاني and so on. So هذا how to get software تكون عندك series of functions. من هذه الفكرة عموما composition هو التركيب. So you use two functions, عندك input, داخل تستعمل الفانكشن الأولى تعطيك output الفانكشن الأولى. إذا هذا عن x هذا g of x هذا الأوتبوت, الأوتبوت هذا يصير هنا هو الانبوت. لما تدخله على f يصير f of g of x. So this is what we call a composition. عندنا two function f of g of x. It's not the product, it's not a basic function, it's a composition f of g of x. إذن هذا يصير as input for f. اوكي, هذه الفكره العامه. النوتيشن هي الرمز هذا الدائره f o g, هذه what we call composition of two function. And راح نشوف the order is important. ترتيب مهم. FOG is different from GOF. Okay? لأن الترتيب مهم. إذا نبدأ بالX. This is the illustration. We have X as a raw material, as an input. We apply G. We get as output G of X. وهذا نطبق عليه الF. تصير F of G of X. اللي هي نرمز لها F O G of X. We say we composed, ركبنا two functions. إذا ممكن على طول اللي تعطيك, إذا ما تشوف أنت different steps, أنت تعرف بس المدخل والمخرج النهائي. المخرج النهائي how to get it F O G of X. So you have different steps. You apply G and then you apply. So this is an example. So here we have two functions.
The function f اللي هي square function و function g linear function. قال لنا give me f او g of 2. f او g of 2. إذن هذه هي f of what؟ g of 2. Of g of 2. إذن أول شيء نحسب هذه g of 2. فهمت؟ إذن راح تعطيني f of g of 2 بكم؟ g of 2 نعوض هنا g of 2 تاخذها من g. 3. هي 2 plus 1 يعني 3. يعني تحسب f of 3. إذن هي f of 3. كيف نحسب f of 3 الحين؟ نجي نعوض في الf. يعني تعطيني 3 square يعني 9. This is the composition f o g. You first apply g and then apply f. إذا أعطانا g أو f of 2. إذا تخلي g أو g دورها. وتحسب f of 2. تبدأ بالf هنا. f of 2 كم؟ 2 square. يعني f of 2 كم؟ 4. يعني تحسب g of 4. g of 4 هي 4 plus 1 يعني 5. شوفوا الترتيب مهم. f او g of 2 أعطتك 9. g او f of 2 أعطتك 5. So they are different. في بعض الأحيان تعرف تحسب f او g of 2 وما تعرف تحسب g او f of 2 أصلا. أوكي؟ إذا نحكيه commutative commutative. إذا هذا مثال على operation which is not commutative. الترتيب مهم. f او g is not g او f. أوكي؟ إذا هنا قال لي f او g of x. كيف نحسب f او g of x؟ إذا ال f او g دورها. إذن أول شيء نبدأ بالـ g of x. كم g of x؟ g of x هي هذه x plus 1. كيف نحسب f of x plus 1؟ He said every single x we put x plus 1. We replace every x by x plus 1. إذن نعوض الاكس بأقواس. وداخل الأقواس نحط x plus 1. So we replace this x by x plus 1. كم x plus 1 square؟ كيف احسبها هذه؟ إذا هذه بالطبع جمع ذكركم للمرة الألف ما نوزع ما نوزع القوة على الجمع. إذا هنا قانون اللي هو الأول تربيع زائد 2 في الأول في الثاني زائد الثاني تربيع. أول اللي نسى يفككها ويوزع اللي ما يعرف. التربيع هو تضربه في نفسه. اللي حافظ القانون عادي يحط القانون على طول. هذه f أو g of x. إذا نحب الثانية الحين g أو f. يعني قلنا راح نبدا المره هذه بجي. نكتب جي لكن نبدا نحسب نعوض الاف. يعني الاف اكتبها بلون ثاني. اذا هي جي اوف اف اوف اكس. واف اوف اكس بكم؟ اكس تربيع. اذا هنا عندي بعدين اعوض الاكس تربيع في جي اوف اكس. إذا عندي x هذا أعوضه بأقواس. x أعوضه بأقواس. شو أحط داخل الأقواس؟ What should I put here inside parentheses؟ x تربيع. x squared. أحط هذه داخل القوس. أحط هذه داخل القوس لأعوض ال x. So it's x squared plus 1. This is g of f. It's a new function. The f can't x square, g can't x plus 1. ركبناهم على بعض.
أعطانا new function x square plus 1. إذا ركب ال FOG, if you compose FOG, we get x square plus 2x plus 1, another different function. إذا المثال هذا FOG of 2 شو راح تعطيني؟ تعطيني F of what? G of 2. وG of 2 كم؟ وين نعوضها؟ منين نجيبها G of 2؟ من هذا؟ X أس 4. مش X هنا كم عندي بدل X؟ 2 أس 4. يعني F of 16. وF of 16 كيف أحسبها؟ جذر بدل x شو احط؟ 16 زائد 1 كم النتيجه؟ 5. g او f of 2 الحين g of f of 4 f of 4 كيف احسبها؟ هي سكوير روت بدل x 4. يعني كم هذه g of 3 و g of 3 بكم؟ هنا استخدم fourth power then 81. الحين as a function not as a value as a function استعطينا تعطينا f of و g of x نعوضها x 4 بعدين نعوضها في then square root of x4 plus 1 كم square root of x4 x squared okay absolute value of x square plus 1 لكن x square هذه always positive معروف التربية شو معناها ممكن نشيل القيمة المطلقة هنا ونحط x تربية زائد 1 الاكس تربيع دائما موجبه اذا قيمتها المطلقه هي نفسها. g of f of x g of square root x plus 1 يعني عوض الx فور هنا بسكوير روت x plus 1 وهنا ما يحتاج ممكن نتركه كده ما يحتاج ننبسط هو 4 طويله هذه مش راح اضيع وقتي. اوكي اذا في المثال السابق اعطاني الاكسبريشن اوف اف قال لي اف اعرفها هي سكوير روت اوف اكس بلس 1 وقال لي جي از فانكشن اكس تو ذا 4 في بعض الاحيان سبيشالي وين يو ار يوزن اكسبيرينسز وين يو ار يوزن ميجرمنتس مثلا في الفيزيكس وي يوز ا لوت اوف ميجرمنتس ميجرمنتس مثلا نعرف انا عندي تيبل عندي some values of x وقصت فيهم الفانكشن f وقصت فيهم الفانكشن g ما اعرف ال f what is the expression of f I know only the value of f at given points بس هذا يكفيني ما احتاج انو اعرف f المطلوب مني اني اطلع f او g of 2 من الجدول هذا يعني سؤال كيف اطلع؟ اول شيء انا نعرف اف او جي يعني اف اوف اول شيء نحسب جي اوف 2 هل نعرف جي اوف 2 من الجدول؟ جي اوف 2 هي هذه اكس ايكوال 2 كم قيمه الجي؟ 4 اذا I know that جي اوف 2 is 4 اذا هذه تعطيني اف اوف 4 هل اعرف من الجدول f of 4؟ نمشي للجدول وين x equal 4؟ x equal 4 هي هذه لكن هنا احتاج ال f اذا انظر للسطر هذا هذا سطر ال f وين f of 4؟ هي هذه هذه هي f of 4 اذا كم f of 4؟ 5 إذا نحاولوا نفس الشيء احسبوا G O F of 4 كم تعطينا هذه النتيجة؟ مين يعرف؟ minus 2 يا دكتور minus 2 برافو
فسرنا كيف جبت minus 2؟ طلعت ال f of 4. طلع ال f of 4 اللي هي تساوي 5. 5. وبعد طلع g of 5. بعدين عوض 5. يصير هذا ال input وتعوضها تصير هذه g negative 2. You are right. Bravo. Okay. إذن لما تحتاج f تنظر للسطر الأول، لما تحتاج g تنظر للسطر الثاني. ماذا لي؟ Using graph. نعرف الجراف. قال يعطيني f أو g of 1. مين يقول لي كم f of g f أو g of 1؟ كم النتيجة؟ من وين الاف؟ الاف هي هذه الجراف، هذا هذا الاف، هذا الاف اوف اكس، والثاني هذا هو جي اوف اكس. قال لي من الجراف احسب لي اف او جي. اذا نبدا اول شيء اف نحسب جي اوف 1. كيف اطلع جي اوف 1 من الجراف؟ نعوض الاكس ب 1. اذا وين النقطة؟ لازم تشوف على الجراف متاع جي نقطة للإكس وان. لما الإكس وان كم الجي أوف وان؟ وان. هذه وان وان. إذن هذه الجي أوف وان من وين أخذتها؟ أخذتها من اللي بالأخضر. إذن جي أوف وان هي وان. إذن تعطيني إف أوف وان. كم إف أوف وان؟ الحين أشوف اللي بالأزرق. One also. One one زاد also. اثنين يمروا من نفس النقطة. إذن هنا كله one. هنا نجرب G O F of two. كان هذه تلخبط، هذه أوضح. إذن نبدأ بال F of two. كم F of two؟ Equals four. F of two هذه ال X two. وين ال F؟ هاي ال F. هذه ال F of two. عندنا 2 4 هذه الاف اوف 2. اذا هي جي اوف 4. وجي اوف 4 كيف نحصلها؟ نجي هنا 1 اكس يكول 4، شوف الجي وين موجوده؟ 4 هنا اعطتني 4 لانه النقطه هي 4 4. هذه جي اوف 4. اذا جي او اف اوف 2 هي 4. لما تحتاج نقطه تروح للجراف تبحث عليها وين؟ النقطة X هي الانبوت والواي هي الاوتبوت. باهي شوفوا المثال هذا. هنا اعطانا الـ FOG، اعطانا الـ Composition. وقال لك فكك هذه. فككها، نحب الـ F مين والـ G مين في الأصل. شو تسوي الـ F وشو تسوي الـ G؟ هل في مقترحات؟ شو رأيكم؟ في الأصل شو كانت الجي اوف اكس تسوي وشو كانت الاف اوف اكس تسوي؟ حتى لما نركبهم على بعض تعطيني هذه. إذا هنا الاف هي الدالة اللي برا، الاف هي اللي برا والجي اللي داخل. إذا الجي هي اللي داخل، داخل الجذر. ناخذ هذه، ممكن ناخذ هذه as a function جي. شو ناخذ as a function اف؟ 1. لا مش 1، هي square root. لكن square root of what؟ of gx. اي لما نركبها، لكن في الاصل هي هذا هو gx. اذا هذه هي f of gx. لكن f of x equals x. عوض الاكس gx بالاكس. يعني إذا تركب هذه على هذه تعطيك F أو G. إذا هذه بالضبط سجلت. إذا هذا تركيب the square root function على linear function x plus 1 تعطيك square root of x plus 1. ركبنا two function على بعض. هذه مثلا نشوف وضحت ولا لا. شو كانت الـ f of x في الأصل وشو كانت الـ g of x في الأصل؟ إذن هنا ممكن لهذا في المقام ناخذه هو g of x.
والاف الاصليه هي 1 على x. When you insert g inside f راح تعوض x بx سالب 1، لان هذا اذا تركبهم على بعض يعطيك الداله هذه. So this is the composition of the inverse function 1 over x على linear function x minus. مثلا اعطيكم مثال اخر، شكلها هذه ما لسه ما دخلت بها. اذا عندك مثلا x plus 3 كلها كيوب، شو راح تكون ال f وال g؟ مين اللي شاعر بحاله انه فهم؟ ال g ممكن x plus 3 والاف؟ والاف بتكون اكس اس 3 اكس كيوب. اكس كيوب لو عكس لها الصبت، لانه هنا غيرت لكم، سويت لكم فخ، قلت لكم جي او اف، يعني اللي داخل هي الاف. صح، فهمت؟ قلت لكم بي كيرفر باث ذا اوردر، يعني هنا الاف هي اللي داخل هي اكس بلس 3، والجي اللي هي برا اللي هي اكس كيوب. اوكي، لما تدخل اف داخل الجي تعوض الاكس باكس زائد 3 تعطيك الجي او اف. اوكي، سو بي كيرفل باث ذا اوردر، مين داخل ومين برا. تمام، سو ذيس از وات وي كان ساي اباوت كومبوزيشن.